أكلم حضرتك النهاردة عن القلب والرئة. ده موضوع خطير والله جدا. والله الرئة دي مهمة جدا، وإحنا في أحداث كورونا العاصفة. لو التدخين العاصفة، لا التدخين بقى يعني نزل درجة شوية، أجله شوية. كورونا بتخش تهبش يعني أجهزة كتير في الجسم وعلى رأسها القلب والرئة. موضوع مهم جدا جدا جدا. يعني ليه بقى؟ هما وان يونت، يعني في ناس بتفصلهم. افصلهم عند الجزار، لما اشتري قلب واشتري فشة. انما هم في الجسم وان يونت، وحدة واحدة. ولا يقال في هذه الوحدة والله غير سبحان الله. سبحان الله، حضرتك لو عرفت ازاي ده شغال وده شغال لا تقول الا سبحان الله. اولا كل حاجة مهمة ربنا حماها. حتى لا يعني غطر حتى المخ عمل له جمجمة. جمجمة جامدة. يعني تخيل لو ده لحم وخدت طوبة، بلاش ماتش كورة وهد زي اللي بيخبطوا بعضه، كان ما ينفعش خالص. فحطه جنب القلب عمل له قفص صدري. قفص يحمي. حتى الناس مسمينه قفص. قفص صدري يحميه. الرحم في الحوض برضه محمي. محمي جدا جدا، عشان العيل في الأول قبل ما يطلع بره لسه صغير، أي حاجة تنزله. تمام. فسبحانك الله يا رب، بلاش ابسط حاجه. اهم شريانين في الجسم، اهم شريانين في الجسم اللي بيغذوا المخ، لو ربنا سابهم كده كانت هتبقى مشكله كبيره. مشاهم جوه الفقرات. محميين تمام. ده حمايه غير عاديه. اي نعم لها سلبيه ان لو الفقرات اصيبت بتاثر عليهم. بس هم العمر كله محمي. يعني يجي له ديسك في رقبته ممكن جدا جدا يأثر على كمية الدم اللي راح المخ. بس ده يعني نادر جدا. ده مرض بقى حاجة تانية. مرض حاجة تانية. لما محميين بشكل عام يعني قلب والرئة محميين جدا جدا. القلب حضرتك طبعا مش هيعجبك الكلام ده، أنا عندي لا هيعجبني والله. كل كلامك مش هيعجبك. ما أقدرش أحب كل كلامك بيعجبني. أنت قلت لي ما أقدرش أحب اتنين عشان ماليش قلبين. صحيح. هم قلب واحد لكن اتنين حتتين. يمين وشمال. صحيح. اليمين دورة دموية صغيرة. صغيرة جدا. القلب اليمين بيدي الدم للرئة، بس حضرتك مسافة سنتيمترات. الشمال بيوزع الدم على الجسم كله. طيب أنا بلد كل مواطن فيها لازم يصلوا مية ونور وأكل وملح. صحيح. وفلفل وعيش، كل الحاجات. أنا كل خلية عندي محتاجة اللي أنا قلته ده. دي وظيفة الشمال، يطلع الدم في شريان الأورطة، يغذي جميع خلايا الجسم. بإيه؟ رقم واحد بالأكسجين، كل العناصر المهمة، بالمية، بالفيتامينات، بالجلوكوز، كل حاجة. طب إزاي ده يتم؟ القلب بيضرب ضربة يروح طالع الدم متوزع على كل حاجة. كبدي راح له دم، كلوتي راح لها دم، عضلاتي راح لها دم، كل حتة. بينما اليمين وظيفته ان يجيب الدم ده يوديه للرئه بقى عشان نشيل الاكسجين. بس تخيل هذه الوظيفه، بس وظيفه هي كل في كل هي الحياه كلها. هي الحياه كلها. فالدم البطين الايمن يخبط يطلع على الرئه، الرئه كلها حاجات حويصلات هوائيه، يمر الدم من حواليها تاخد الاكسجين سبحان الله وتطلع ثاني اكسيد الكربون. كذا خطوه كيماويه، لكن هو ده اللي بيحصل. يبتدي دم. انت بتتكلم حضرتك كل ده بيحصل في ثواني واقل من ثواني. ده ثواني، ده حضرتك مبالغ كتير. يعني الحاجات دي بتحصل طول الوقت. بلاش اقول لك رقم مفزع. طيب يا ريت. القلب بيدق في اليوم بين 110 و 120 الف دقه في اليوم. طب واحد عاش 80 سنه، ده دخلنا في المليارات. تعرف تعمل الرقم؟ دخلنا في ملا... دخلنا في المليارات. 110 في 1000 في اليوم. في 80 سنه. لا. ما هو شغال دق طول الوقت. ما بيرتاحش. طب ازاي؟ هو مؤهل كده. مكنه اتعملت تشتغل الوقت ده. بانتظام. بانتظام. 80 سنه او 85 مع الافتراء اللي احنا بنعمله مع كل حاجه، طول النهار احنا بنأذيه بشكل او باخر، بتوتر وسجاير واكل زياده وحاجات كتير. فعشان كده في ناس فاكره ان امراض الرئه لوحدها وامراض القلب لوحدها، لا. دي وان يونت.
يعني ممكن مرض الرئه يؤثر على الجهه اليمنى للقلب من اول البلهارسيا. يعني ايه مرض الرئه يؤثر على؟ برافو يعني برافو، ده سؤال جميل جدا جدا. بقول لك انت لا ده سؤال يعني عايز اعرف، ده توضيح مش سؤال. هقول لحضرتك دلوقتي، دي حواصله هوائيه، دي اللي بيخش فيها الهواء ويحصل فيها تبادل غازات. حواليها كلها اوعيه دمويه، هنقول قطرها قد كده والحويصله قد كده. هو ايه مشكله التدخين؟ ايه المشكله الاساسيه فيها؟ تمدد هوائي. يحصل ان الـ 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 الاوعيه او البرونكاي اللي هي الحويص المجاري الهوائيه تضيق، فتدخل الهواء تحبسه جوه. انا هقول لك دلوقتي يا استاذ محمود اعمل حركه وتنفس بعدها، خد نفس غويط. لا مش هعمل كده، انا مش لا. لا انا هعمل، خد نفس غويط. لا ما تخضنيش، لا ما تخض، لا لا هاخد نفس غويط قوي. فانا دلوقتي الرئه مليانه هواء، يلا تنفس بقى. تقول لي ما اعرفش، ما هي مليانه لانها اتملت هواء. ده اللي بيحصل، لازم في تطلع، بيحصل احتباس هوائي. طب الحويصله الهوائيه اللي كانت قد كده وحواليها اوعيه دمويه، لما كبرت ضغطت على الاوعيه الدمويه، نفخت، ضغطت عليها، وبالتالي كميه الدم اللي طالعه لقت مقاومه. انا كنت ماشي في شارع واسع لقيته ضيق، حصل تكدس وراء الضيق. حضرتك مسافر اسكندريه وفي حادثه لا قدر الله في الشارع، تكدس يبقى قبل الحادثه مش بعد الحادثه طبعا. فالبطين الايمن وهو بيطلع الدم في الرئه، الرئه مقفوله كأوعية دموية مش كهواء، فيتعب هو. يبقى كيف تؤثر الرئة على القلب؟ تؤثر على الجهة اليمنى عندما يحصل كذا حاجة. طب دي سجاير مفهوم، ايه تاني كمان؟ بالهرسي. بالهرسي خلاص، دي خلصنا منها الحمد لله. تقريبا يعني بالهرسي، في بيض البالهرسيا بيطلع في الرئة ويعمل تليف في الأوعية الدموية، يخلي الدم يمشيش بسهولة، والراجل بيتنفس كويس جدا والحويصلات سليمة، لكن الأوعية الدموية مش كويسة، تليف الرئة. وتليف الرئة عندنا كذا نوع، كتير منه نوع أنا أنبه الناس كويس جدا له، اللي بيربوا حمام. مين؟ اللي بيربوا حمام خطير جدا جدا. الحمام بيطلع مادة من الريش بتاعه تبوظ الرئة. أنا عندي حالات كثيرة جدا. أنا كنت قريت مرة حاجة على حاجة مش كده. ستي يا ستي كذا، عندك حمام؟ تقول لك عندي حمام. انا بقول لها اذبحيه تخلصي منه يعني. كان اذبح عيالي وما اذبحش الحمام. يا خبر ابيض. بتحبه جدا. في ناس عندها وعايشه معاه. دي اسمها غيه. غيه الحمام. وحطينها في وسط واحد بعد كبار وبتاع. ده بكلمه وبيرد عليا. ايوه. اذبحه ازاي يا دكتور؟ صحيح. بس خطر فعلا. بيبوظ الرئه في بعض الناس. يعني صح يلبسوا كمامه. حتى الكمامه مش هتعمل حاجه، مش معقول هيلبس كمامه. مفيش فايده، اصل هو مجرد وجوده خلاص، هي غيه بقى، قلنا غيه والغوي نقبض.